الشيخ حدثني حسن أبو شقة كان أحد الدعاة في خان يونس فلسطين، وهذا أبد بعده اليهود خارج فلسطين. قال لي عندما قبل أن يبعث دعاه الحاكم على المنطقة وهو يهودي، وقال يا شيخ حسن هناك أناس كبار في الدولة مجتمعين ويريدون أن يقابلوك، ولكن أريد أن أتجاوبك بصراحة. قال إن شاء الله أنا لك. عندما دخل وجد يعني أصابني خوف وجدت كبار الضباط وناس وزراء. يقول جلسوا يسألونني عن السلفية، هذه الدعوة الجديدة التي ظهرت، وكان هو يقول نحن لو تبقى يعني نخشى نقول سلفيون، نحن نقول نحن ندعو إلى فعل الصحابة، يقول أنا لو ثبت علينا هذا يسجن الشخص. فكان ضمن كلامهم يقول في آخر النقاش غضب أحدهم فقال لي امسك أي دعوة عندك الإخوان المسلمين دعوتهم ادعو بها، دعوة التغيير ادعو بها، ولكن هذه السلفية التي ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر حرفيا الله هكذا قال أبو بكر وعمر نحن لن نسمح لكم بهذا. من هذا الذي يقول؟ هذا واحد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي. هذه حقيقة عرفها الكفار أخيرا. نعم. يعني كم ترقيبهم يا سبيل واصبروا التاريخ يعيد نفسه أطوبة من أمر الغرباء هم الذين يصرفون مع أسد الناس من هم الغرباء الناس الفريدون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. شوفوا هذا الوصف وذاك الوصف يطبق على الإخوان المسلمين، يطبق على حزب التحرير، لا يطبق على جماعة التبليغ، بلى من يسار لا يدري إلى والله خلق.